أنا المدعو يوسف، ولدت بلا تاريخ معروف في الصيف على سطح عال مكشوف بالقرب من نخلة تمر البربن في الفلوجة. يقولون إني مكثت شهرين في بطن أمي أكثر من الحمل المألوف. جربت عناد الدنيا كي لا أولد كأطفال الناس. صرخت قابلتي أجد فطم، صرخت سيموت هذا الطفل فقدماه قد خرجتا من رحم الأم قبل خروج الراس، وراحت تتعوذ من شر الوسواس الخناس. لكني وحين لامسني الماء الدافئ بكيت 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 حتى خافوا مني، فضحكت ضحكت على من خاف مني، وبعد الضحك أعلنت قبولي فردا في هذه الدنيا مضطرا لا مختارا، قلقا شكاكا محتارا. ولكي يجملوا كل عذابات الآتي اختاروا لي اسم نبي الحسن يوسف، فصرت يوسف إسماعيل عبد العال. الحديث عن يوسف العاني يطول ولا تكفيه ساعات محدودة، لأن مسيرته زاخرة بأحداث إنسانية ومواقف وعطاء منذ مراحلها الأولى. بداية كل إنسان هي تلك اللحظة التي تجفل العين فيها حينما تتلامس مع النور، وعن تلك اللحظة نقول ولد يوسف إسماعيل في الفلوجة في الأول من تموز عام 27 و900 وألف، ثم انتقل إلى بغداد وعاش في منطقة سوق حمادة. عرف اليتم ومرارته وهو طفل صغير، ومع ذلك لم يشكو عوزاً، حيث التزمه عمه توفيق الحسن التاجر البغدادي وصاحب خان شهير في المنطقة القريبة من رأس جسر الشهداء حاليا. بهذا الخان ارتبطت طفولة وصبا يوسف العاني، وبدأت ميوله الإنسانية والفكرية الأولى تتشكل في هذا المكان، لأنه كان قريبا من العمال ومعهم يقضي معظم أوقاته أثناء تواجده في الخان الذي نسبت إليه مسرحية الخان. الخان هي عبارة عن امتداد، لأنه الخان ما لنا مال عمي توفيق الله يرحمه، وإحنا صغار كنا نروح نلعب هناك بالخان، فأني كنت ملتصق بهذا المكان. والحقيقة اكتشفت بيه شغلات كثيرة.
كل جمعة كانوا يجون أصدقاء عمي وأصدقاء إخواني يجون للخان يقعدون بالإدارة يتحدثون ويسولفون. بس هذه المجموعة متباينة، تجار قسم منهم، ضباط بالجيش، شعراء مثل الملا عبود الكرخي كان يجي بين جمعة وجمعة أو كل جمعة، والكاتب اللي بالخان يسموه كاتب هو اللي يكتب هاي الشغلات بالحسابات، هو أصلا شاعر واسمه عبد الحسين ملا أحمد كان ينظم شعر وكذا بالمناسبات خصوصا. مع هالمجموعة اللي هي تمثل أصدقاء عمي وأخواني، أكو الحماميل الحمالين مال الخان، أكو البياء، أكو المسؤول عن الحمالين اللي يسموه الوقاف خلف المنفي أتذكره طول، والتعاون بيناتهم حينما واحد من الحمالين يتمرض يخلوه موجود بس ما يشغلوه، بس بنهاية اليوم الدخل اللي يجي يتقاسموه هم الحمالين فينطوه حصة وهو ما مسوي شيء لأنه مريض، وأتذكر اسمه وكان كبير بالسنة عبيد الله يرحمه. فأنا عشت بين ناس مثل ما ذكرت مختلفين، بس أكفت محبة، هذه المحبة وروح التعاون بين هالمجاميع هي اللي خلت عندي فد إحساس أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بخير ويعيش بفرح إن لم تكون هناك رابطة محبة بين الناس. يابا الواحد يصير وطني لما يصير ابن الوطن. أم حجيت يعد احنا منو ولد من مولد الوطن حبيب الله يخليه في التارب عشي. جاسم لا تخليني أحكي، ليش أنا ما أعرف لما داسل يعني اشتروا انت مصلحتك ما ضابطها، إذا زين واحد لو طهر من واحد بعد شوية وتقوم بالحيطة. جاسم جاسم دا أقول لك أنا أعرف اشتروا بغاتي باب القضية كلها تنحل لما يتوحد لباس الرأس. شلون يعني؟ يعني كنا لما نخلي على رأسنا لباس واحد وش لعاد إذا العزبة هالشكل كنا نلبس على خجينات هم مدانين عليها وهم رخيصة. شو تقول يا ابو عبوسي؟ والله انا حتى اعرق شيني مولد. يا بسال ابو عادل. شو علي ابو عادل؟ اسال انت واسال ابو عادل. شنو القضية؟ يرحم ابوك ابو عادل، ما تقولي شلون الواحد يصير وطني. ليش واكو واحد فينا موطني؟ اي اكو. جاسم ابو الحياة والعرق شينات مال ولد صلى على النبي. اصلا حبيب الوطنية تقدر تشبهها بالسترة. وذا السترة مشقوفة شلون؟ يحمل الإنسان أوجاع طفولته لسنين تمتد وتمتد، وما نفتقده في الطفولة من حرمان يبقى معنا ونحاول أن نعوضه في السنين اللاحقة. اليتم رافق العاني على الرغم من حبه لمن رعاه بعد رحيل والديه، لكن تلك اللمسة الخاصة بأمه أو الاتكاء على قوة والده تركت فراغا يحيط حياته ويشعر به بين حين وآخر. هل عوض ذلك بعائلته الثانية؟ ما الذي أخذه اليتم من يوسف العاني؟ أو ما الذي أضافه له؟ سؤال طرحناه عليه وشعرنا بألمه متكورا بين كلماته المرتعشة. اليتم بحد ذاته مسألة يعني تأخذ من الإنسان حالات معينة وتعطي له حالات أخرى. اليتم يعطي الإنسان حالة من الفراغ الدائم، وطبعا هذا ليس تعريفا مستقى من علم النفس أو من مصدر آخر، وإنما هذا ما شعرت به ربما أقول حتى هذه اللحظة، ولكن بفارق طبعا أنه استطعت أن أملأ حياتي بكثير من الحالات التي أبعدت دي عن أن أشعر بهذه الحالة بوجود الحياة المتدفقة مع عائلتي ومع أقاربي وبالحنان الذي قدموه لي خلال فترة عمري، ولا سيما زوجتي وابنتي، واليوم أعيش حنان
ومرح ومحبة أحفادي. لكن هذه القضية التي لاحقتني دون أن أدري ودون قصد مني شعرت بها في فترات، مع أنه أنا في عمر لست طفلا، ولكن بين حين وآخر ومع حنان من رباني وأنا صغيرا كنت أشعر أن هناك شيء مفقود غير موجود. حتى أذكر وأني من حسن حظي عندي ذاكرة يعني تحتفظ بالكثير من الحالات التي مررت بها، أنني لابد أن أؤدي واجب لمن تيتمت منه وهي أمي. طبعا أبي لا أتذكر سوى خيال، أنه أبي كان مسجع وعلى سرير كبير وكل قرايبي داير مدايرة، وواحدة من قرايبنا اسمها نجمة ماسكة بإيدي وكأنها تريد أن تأخذني إلى مكان آخر، وبالفعل أشير لها بأن تخرج فوضعتني على كتفها وهي ما شاء الله راهية وكبيرة، فودوني للفلوجة وياهم. فجأة أمي مو وياي، وبس أتذكر واحدة اسمها كيفية بنتها وأخرى جميلة وصبرية، أتذكر أسمائهم لحد الآن، حاولوا يونسوني ويلعبوني وبين حين وآخر أقول لهم وين أمي وين أبويا وين، توني دا أحكي يعني. وهذه فتحالة غريبة، أنه قالوا لي أنت الطفل بهالعمر ما يتذكر، بس عجيب. حتى قلت لهم أني مطلعت من الغرفة أتذكرك وحدة اسمها صبرية، وأني عندي أخت صبرية اسمها الله يرحمها، قالوا لي إيه أكو صبرية بس بتعمك أيضا اسمها صبرية. المهم بعدين رجعت إلى بغداد بعد فترة وعدت إلى حياتي الطبيعية مع أمي دون وجود أب. وبعد ذلك بسنوات وأنا طالب في الصف الثاني، هذه المعلومة أنا ذاكرها في كثير من اللقاءات، ماخذ الشهادة مع الامتحان نصف السنة وأني الثاني على الصف، أتذكر كل زين، ورحت للمستشفى، مستشفى المجيدية كانوا يسموها، رحت بالبلم ويا أخويا أمين الله يرحمه دا أشوف أمي، فقعدت يمها. انتهت الزيارة قالوا لهم يا بالمفروض تطلعون، ثم فارقت أمي وطلعت على أمل أن أمي ستخرج من المستشفى بعد أيام قلائل. وما أرد أذكر تفاصيل شوية مرة هي، فسمعنا صراخ من بعيد، فركضت تشوف شنو منه كذا، وهي صاحت اسم الله، كلمة اسم الله أتذكرها، وراحت بعد ما رجعت. فمر واحد من جوا البيت سألتها ثانية، قالت له عمي شكو؟ قال يابا وحدة مرة بالمستشفى جابوها الله يرحمها متوفية. صرخت، فهاي الصرخة وخروج مرت خالي وبكاء سنية ودنيا مطار. فنزلت أنا وياها دا نمشي، وإذا بي أشوف كل قرايبي وأخوتي بصورة خاصة بيبكون، وأنا بس أبعبوجهم ويتناقشون عن مصيري وين ويا من ويا أخويا ويا أخويا من أبويا بالفلوجة أم هنا ببغداد. هذه شغلات عجيبة 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 يعني موجودة في ذاكرتي منذ ذلك الحين، وحتى اللحظة لما أغمض أشاهدها وكأنها ممثلة تمثيل جيد بشخصياتها ووقوفهم. والمهم رحت إلى بيت عمي توفيق مع أخويا الكبير عبد الغفور الله يرحمه وزوجته هي اللي اعتنت بي، وفهمت أنه بتوصية من أمي أن أكون مع زوجة أخي الكبير، وراعتني رعاية ما أعتقد واحد يتيم يعني حس بهذه الرعاية وبسعتها وبعمقها. ومع ذلك بقيت كما قلت ابتداء أنه بين حين وآخر أشعر بهذا الفراغ، وعلي أن أبحث عمن يملأ هذا الفراغ بوسائل طبعا في البداية طفولية، ومن ثم يعني رفقة الناس
وحتى انعكس عندي هذا الشيء فيما أكتب، وكنت حينما أكتب أذكر الأم أولا وأخيرا. وبذلك يعني دائما أقول أنا مدين لليتم، أحيانا بسذاجة طبعا لا أقصد، لأن أنا لا أتمنى اليتم لأي إنسان. ولهذا السبب وأقولها لأول مرة، أنني أبكي حينما أشاهد طفلا الآن يقتل أبوه، أو بيت يهدم بهذا الإرهاب البشع الذي عاناه وما زال يعانيه العراق. وأتمثل هؤلاء الأطفال الذين صاروا أيتاما، والمرارة التي يحسون بها، والمصير المجهول الذي ينتظرهم. للمدينة الأولى ذكريات تتنقل مع الإنسان من مرحلة لأخرى ومن موقع لآخر، لكن المكان الأول ينتمي إليه الإنسان مهما ابتعد في ترحاله. عن مدينة الفلوجة حيث ولد العاني يقول: الحقيقة أنا ما أتذكر الفلوجة، لأنه الفلوجة ما نسيتها أبدا، فما أتذكرها، يعني أتذكرها وإنما هي معي. وأقولها لأول مرة، أنني أعتبر مدينة الفلوجة هي فضائي المسرح الكبير، فضائي المسرح الحياتي الكبير. فكنا نحاول نقوم بتجارب طفولية، هي بس إلها دوافع عجيبة. كنا نسويها بالفلوجة مثلا، كنا ناخذ عندنا كاميرا، أنا جاب لي إياها ابن خالي من ألمانيا بقتها وأنا صغير، فهداها إلي بعد فترة، أنه نصور لقطات تمثيلية ونجيب التبدور نحرقه ونسوي شوارب ولحية ونمثل ويا من كان صديق عندي الله يرحمه اسمه غزال. هذا صوته جميل جدا ويحب السينما، نروح للسينما باستمرار. فكنا نصور مشاهد وين؟ بالفلوجة. وآخر مرة بالتلفزيون طلعت مدينة الفلوجة بأسواقها المليانة والبضاعة الفظيعة اللي بيها، طبعا ما كان اكو هالشيء. فحاولت أن أتعرف على دكان أبويا بس مع الأسف ما قدرت. هاي الفلوجة عظيمة وناسها طيبين يا جماعة، وأحبهم، ولي من القرابة وأولاد أختي يعني وأخوتي ويعني وأقاربنا البعيدين والقريبين، وإلى حد الآن أحن إلى مدينة الفلوجة. الاحتواء العائلي يساهم كثيرا في تشكيل بنية الإنسان الفكرية أو الفنية، وربما المجال الذي سيهتم به الإنسان، وأحيانا يساهم التلاحم الإنساني العائلي في رسم خطوط مستقبلنا دون أن نعي ذلك أو نعيه في كثير من الأحيان. المدى وطن حر في جريدة. لا يقام شرع الله إلا بالسلاح. من أدخل الجماعات المسلحة في العراق؟ مهيئ أن نعلن سيئا عن الإمارة الإسلامية. ماذا فشل الزرقاوي بإنشاء دولة الخلافة؟ أين يأتي التمويل المادي والعسكري لتنفيذ العمليات الإرهابية؟
وأمرنا تبارك وتعالى أن نقاتل أعداءه. دق على يمنا يلا تابع. ما هو مستقبل داعش في العراق؟ قراءة في أوراق ودفاتر أخطر تنظيم إرهابي. المدى في انفراد حول القاعدة وتأسيسها في العراق، وملامح تنظيم داعش من داخل أروقة التنظيم. الظواهري، الجولاني، البغدادي لا يمثلونني كمسلم. للمرة الأولى يجري فتح ملفات داعش بحثاً عن إجابات في حوار مهم وحصري مع أبو عبد الله المياحي الفقيه الشرعي للجماعات الإرهابية. بعد مقتل زرقاوي ما بقت التجربة، فشلت التجربة نهائياً. أن يقام إقليم سني في العراق على غرار النظام السعودي. احنا اللي شاهدنا عكس ذلك تماما، ابو بكر البغدادي جذب مقاتلين من كل بلدان العالم تحديدا المسلمه. كفار، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الكافر، وان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. والذي اصل هذا الاصل هو ابن تيميه في كتاب التفسير، في تفسيره لآية من سوره النساء. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. لو كنت حقيقة أنت الآن يعني أمام أبو بكر البغدادي، كيف تقرأ هذه الأفكار بالنهاية؟ لا يقلون الآن، مو ينقمون على الشيعة ويكفرون الشيعة ويكفرون الصوفية. طيب، على مسألة التوسل ومسألة وتركوا مزار الشريف اللي هو يبعد أمتار عن 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 رأس ومنظر تنظيم القاعدة. أمريكا ساعدت المجاهدين الأفغان، صح ولا لا؟ هذا ما يختلفون عليه اثنين. صمت الناس لا يعني سكوتهم، إنهم يحاولون تكرار التعبير عن حقوقهم. لضمان استمرار متابعتكم القناة المدى الفضائية، يرجى إعادة ضبط أجهزتكم على التردد الآتي: القمر نايلسات، التردد 11766، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 6/7، الاستقطاب أفقي. قناة المدى، شوف لبعيد. احنا فد يعني اقدر اقول عائلة كبيرة، اخواني خواتي الى اخر اعمارهم، وهم اكبر مني طبعا، علاقة محبة بحيث أشعر أنه أختي هي أمي، واللي ربتني اللي هي زوجة أخويا هي فعلا أمي. وهي وأنا ذاكرها بهاي القصيدة بس طويلة طبعا، لما رشعت أنا مثل دور وأنا طالب صف رابع، فكنت أقمز وصيح: يا مطحنتي دا أحفظ مقطع بالدرس بكتاب القراءة العفو. وكان الله يرحمه مدرسنا علي القزويني اسمه، بيريد واحد يمثل دور الطحان، فاني شلت ايدي قلت له انا مثل سيدي. قال لي ليش؟ قلت له مو هو يوسف الطحان، انا اسمي يوسف. فضحكوا علي بالصف، فالضحك علي هذا دفعني ان احفظ المقطع هذا يا وكذا. فكنت اتمرن، فاخوتي قالوا لي: بابا كيف تروح اقرا شنو؟ زوجة اخوي الله يرحمها ام زهير هي اللي ربتني، قالت لي العب لكن لا تتعب، مثل. ورحت ومثل فعلا، قالت لي روح مثل، ورحت امتحني ونجحت ومثلت يوسف الطحان وأنا طالب في الصف الرابع الابتدائي. فالحديث عن العائلة يطول، وكل واحد من عندهم من المحبة ومن المعزة، واللي كونت عندنا فد يعني
رمز أعتز بآني، ولهذا السبب حكمي على الإنسان آني شخصيا، وقد أكون متطرفا ولكن بقناعتي لست متطرفا، أن الإنسان الذي يخلص لعائلته ويحسن تربية أولاده ويقابل من يحسن إليه بأحسن مما أحسن له، هذا الإنسان هو الذي يجب أن يحترم، والإنسان النموذج اللي هو يجب أن يقلد. والحمد لله أنا عايش في وسط مثل هذه العائلة. بدأ العاني تعليمه بالكتاتيب التي لم يستمر بها طويلا، فالتحق بابتدائية دار السلام ثم في الثانوية المركزية التي أنهاها عام 1946. فشل في الفحص الطبي للكلية الطبية فدخل كلية الحقوق، ومارس المحاماة فترة من الزمن، لكنه ترك هذا المجال لأنه وجد نفسه في التمثيل. في كلية الحقوق التقى صديقه سامي عبد الحميد وتلازما منذ ذلك الوقت، سواء على خشبة المسرح أو خارجها، وتشابها في الفكر السياسي أيضا. الصعود المسرحي الأول للعاني كان في الثانوية المركزية في 24 من شباط عام 44 من القرن الماضي، فقد مثل المسرحية التي ألفها وأخرجها القمرجية. رغم أنه مارس المحاماة بعد تخرجه من الحقوق، إلا أن المسرح ظل الهاجس الذي يعيشه أينما حل، فركن المحاماة جانبا والتحق بقسم التمثيل في معهد الفنون الجميلة، وبدأت أعماله المسرحية تزداد يوما بعد آخر، خاصة تلك التي تعالج القضايا السياسية والحالة الاجتماعية المتخلفة. وبسبب تلك الأعمال الناقدة فصل من المعهد وهو في السنة الأخيرة من دراسته عام 1952. عرف مفهوم المسرح المعارض أثناء نقاش له مع أستاذه الذي انتقده بسبب دوره المعارض لبعض مظاهر الفساد في المسرحية. وبهذه المرحلة بدأت تتضح أكثر معالم تشكيله الفكري والسياسي، ارتباطا بالخان الذي ربطه اجتماعيا مع العمال والحمالين، حيث أثرت هذه العلاقة على القيم التي تضمنتها نصوصه وأدواره المسرحية. بس عيد ميلادي آني كيوسف العاني الآن أو قبل سنوات هو المسرح، فأنا أعتبر عيد ميلادي هو يوم 24 شباط سنة 1944 حينما مثلت أو قدمت أول مسرحية، أو نسميها تمثيلية لأنه مقومات المسرحية مو متوفرة بها، كأول عمل بسيط اسمه القمرجية. وأخذت الفكرة من حدث صار عندنا بسوق حمادة في قهوة محمود بتشاي يسموه، مال يلعبون قمار كذا إلى آخره، وكتبتها فقدمتها إلى مدرس العلوم عندنا بالثانوية المركزية، هو كان مشرف على النشاط الاجتماعي في المدرسة فوافق وبديت أشتغل. زين احنا طلاب كنا نحب التمثيل، وأني أكثرهم يعني حبا وتعلقا،
وما نعرف شيء من المسرح سوى أنا ما شفته بالكرخ الابتدائية. أما المسائل الأخرى في الأفلام نشوفها، ولا سيما الأفلام العربية. وكنت أنا أحفظ مقاطع من ممثلين معروفين، بشارة واكم، نجيب الريحاني، فتح القصري، يعني متنوعة، ماكو ربط بين يوسف وعبي. فجينا نشتغل. المهم أني النص عندي أني كاتبة، فما شفت نفسي غير أني المخرج، ماكو غيري. هو أنطي ملاحظات وقعد هنا وقوم هناك مدري شنو، وماكو مدرس عندنا اللي هو يشرف، خلى المسألة يمنا وانتهى الموضوع. والله اشتغلنا وهم هذول وياي. فتبدي القصة شلون أنه إحنا نلعب قمار بالقهوة، وبعدين يجينا واحد يقول ترى الشرطة جاية لتكبس أو لتفتش على القمرشية، فأكو احتمال يجون. فإحنا رأساً أنا القهوتشي أجمع القمار وحط هنا بعبي وأقولهم خلينا نصلي، فنقوم إحنا نصلي، أنا الإمام يصير وهم وراي. كذا تيجي الشرطة تباوع، واحد يقول يا عريف وياهم، العريف يقول يا بدي يصلوا الجماعة، ما دي يبتعدون شوية، واحد منهم ينتبه يقول عريفنا ترى هاي القبلة منا، هم دي يصلوا منا هاي صلاتي، ينتبهون انه احنا مسوين شيء. فهم دي يدانشون، اني اسمع هالحوار، فرأسا اني اقلب اصير على جهة القبلة الصح وهم ورايا. فبيجي باوع العريف يقول لا، هم دا يصلون الناس خطية على القبلة، دا يصلون صح. فاني اسوي ايه شي، دا اركع دا رأسا الورق مالق مرقر كله يتكون قدامنا، فننفضح. فيصير حوار بيني وبين الشرطي، وتشتغل رشوة من الحشاث مال ذاك الوقت كذا، وتأتي التمثيلية والناس فرحانة والصفوق، وين تنتهي الشغلة. ثاني يوم شافني مدرس العلوم، فقال لي أنت شت تريد تقول بهاي التمثيلية مالتكم؟ قلت له أستاذ شفتها أنت؟ قال لي إيه، مو أنت طلعت الشرطي يأخذ رشوة؟ قلت له إيه، هو هذا هالشكل. قال لي لا، هذه معناها أنت ضد الحكومة، لأن الشرطي موظف بالدولة، فما يصير يسوي هالشيء هذا. يعني أنت مو بس ضد الدولة، لكن يعني أنت معارض، هاي معارضة يسموه. فأني صفنت عليه طبعا، يعني فتح شاي شو مو مكانها ذاك الوقت. إيه، فبعد لا تسوي هالشيء. فجاني صدر لي أمر إنه بعد لا تسوي هالشيء، يعني لا تكون ضد الحكومة، يعني لا تكون معارض. فأني بيك الفترة إحنا متفتحين لأحداث تصير بالعراق وخارج العراق، ونسمع إذاعات ونقرأ كتب، وبعض الأساتذة الموجودين بالثانوية المركزية كانوا يتحدثون عن ثورات وعن الفارق الطبقي والرأسمالية وهالقضايا اللي جديدة. إن إلى هذا دي يقول لي معارضة، يعني المسرح ممكن أن يقف بوجه الظلم أو الغلط، يعني هيك اعتبرها، مو سلطة وصراع، لا. فأنه أنا لما دا أقول هاي الرشوة هي مو زينة، وأنا دا أسوي مو زين لأنه كذبت، لأنه أخاف أنسج، يعني كلها يعني في تقديرات شبابية بعدها مو عميقة. فبديت منذ ذلك الوقت أبحث، وكلما بدأت أكتب شيء رغم مثلا سذاجته احيانا، وبعد ان انتقلت الى كليه الحقوق ودرست القانون، وبديت اكتب محامي زهقان، محامي نايلون، في مكتب محامي، حتى جبر خاطر قيس، وسوينا لجنه جبر الخواطر. فبدت تتبلور عندي الرؤيه، اقدر اقول مو بعمق كبير وبصيغه علميه عميقه ايضا، الواقع السياسي والفكر السياسي. وبديت فعلا أقترب إلى التحرك في البلد، التحرك اللي نسميه تقدمي، اللي هو ينحو نحو الطبقة العاملة، ويعني هالمسائل اللي بدت تتوسع شيئا فشيئا. فالمسرح حسيته
هو يصب في هذا الاتجاه وفي هذا التيار، وبالتالي أنه فعلا أدري أو لا أدري هو سيكون مسرحا معارضا للخلل والخطأ وأي ضير اجتماعي يقع في مجتمعنا الذي نعيش به. وهكذا أصبح عندي المسرح فعلا سبيل أو وسيلة لمعارضة كل خطأ أني أشوفه أو أحسن. لم ينفصل العمل الفكري عند العلي عن عمله المسرحي، لأن الثاني تعبير عن القيم التي حملها وأراد أن يروج لها، سواء على خشبة المسرح أو في حياته العادية. المسرح بالنسبة له رسالة للناس وضد ظالمهم. المسرح وسيلة ثقافية وفنية وكذلك سياسية. يعني بصورة أدق أنه هذا التجمع اللي صار عندي واحد من العوامل التي بلورت شخصيتي السياسية. زائدا احنا يعني اني او جماعة الشباب الاصدقاء اللي التقي بيهم وعائلتي وحتى بيتي في المحل اللي اعيش بيه مو بس الخان، فاحنا ندري او لا ندري مقتربين من هذه الطبقة المسحوقة في مجتمعنا العراقي. فاذا ثقافيا وحتى سياسيا بدأت اقترب من الشخصيات التي هي تنحو هذا النحو وتحاول أن تعمل من أجل تغيير المجتمع نحو الأفضل والأحسن والأشرف أيضا، لأن الشرف في المجتمع لا يمكن أن ينحط وينحدر إلا بوجود التناقضات غير المنطقية وغير العادلة فيه. هاي ليش سديت الباب؟ من زود المعاميل؟ فدي شوية وافتحها. قلت فدي شوية وافتحها. مو أذيتني. تعتذر. قولي لي صبري هنا. صبرية يا صبرية، هلا بيك. فخلص بعد وأنا انضجت يعني بالحقوق وجمعية اسمها جبر الخواطر بقدر ما هي تبدو جمعية للإضحاك يعني وإشاعة الفرح بين الطلبة بالحفلات اللي يصير، بس هي كان هدفها ناقد، وبالرغم من أنه شعارها أنه جبر الخواطر علينا على أعضاء اللي ينتمون إنا وجبر الجيوب على الله، لأن احنا مفاليس كنا بس ما لنضحككم ونونسكم إيه، فكنا ناخذ مواضيع مستقاة من المحامي، لكن هذا المحامي الجيد النظيف أيضا اللي ما ينحدر نشوفه حتى شغل ما عنده فيروح يراجع في شركة حتى يشتغل بشركة وإلى آخره، وأصبحنا فعلا في الخط التقدمي الذي مر بالعراق وهو بوجه ناصع وبنضال شريف، وأتشرف آني يعني أن أكون واحدا من الذين انخرطوا في هذا الخط الذي أتباهى به حتى اليوم.
يسقط الاستعمار. تعتبر مجموعة جبر الخواطر أول تشكيل مسرحي انضم إليه يوسف العاني، والذي تأسس في الأربعينيات من القرن الماضي بدعوة من الفنان الكبير إبراهيم جلال. قدمت هذه المجموعة أعمالاً نقدية بنكهة عراقية مميزة، ولاقت أعمال تلك المجموعة قبولاً عند الجمهور ورفضاً من قبل السلطات، وليس ذلك بالغريب لأن الشعب غالباً ما يكون على ضفة، في حين تكون الحكومة على الضفة الأخرى. جبر الخواطر الحقيقة ضمت مجموعة من الطلبة والطالبات اللي نسميهم أريحية بذاك الوقت، يعني هاي العقد وما العقد ومشاكل المتعبة نحاول أنه نزيلها من عندهم، وحتى شروط القبول بالجمعية هذه أنه واحد يحكي لنا في نكتين بس بشرطنا ما نعرفها إحنا، وأنه ما يكون طماع في القضايا كلها طرافة يعني. وقدمنا هذا النوع من المسرح اللي هو ما نقدر أسميه المسرح الناقد، بالرغم من وجود بعض الشغلات اللي الآن بالمنظور المسرح الصحيح المسرح التجريبي احنا مارسناه دون أن ندري. أخذت المسرحية نفسها مال الشاعر شوقي طبعا، وعديتها واكو حوار بالوسط، هو حوار الوسيط اللي راح يروح يتوسط. هذا الحوار اللي يقوله ممثل جبر الخواطر اللي هو آني يكون باللهجة العامية العراقية ولكن شعرا. والحقيقة بعد ما كتبت آني الحوار الله يرحمه كان شاب القصب بعد حي يرزق، أنه حولنا الحوار شعرا. مثلا أروح آني دا أصيح المهدي أقول له عين أبو صالح أغاتي صدقت طولك إذا الضوء خبى، دعنا نحن نقضي حقا وجبا دون ضرب دون حزمة حطبة. فهو يصيح من الهاتف الداعي أقيس أرى، أنا أقول له لا يوسف ترى قيس ورى، ويبدي الحوار بها صيغة. والإخراج أيضا أخذ فتصيغة لطيفة وأخرج لنا إياها بذاك الوقت خليل شوقي. خليل شوقي أول مرة نتعرف عليه في كازينو يوم كلية الحقوق، هو كان موجود فشاف بدنا نقرأ وكذا، فعرفنا هو طالب بصف الرابع في معهد الفنون الجميلة وفعلا اشتغل، وكانت هذه بداية علاقتي بخليل شوقي منذ ذلك الوقت. أنا راح أسميك بالتمثيلية تعبة تعبة تعبة، لبستي قندرتي لي هذه تمثيلية. على كيفك تصير مؤدب. شكرا. تعبان لبسني قندر تليس. سرعة هذا شغل بيقى. قل لي انت بابا ليس سموك تعبان؟ بابا هذا اسماعيل يا تعبان. قلت لك بالتمثيلية اسمك تعبان يعني تعبان زين؟ تعبان انت ليش تعبان؟ انا اتعب هواي. ليه؟ يحملون علي هواي ويتفرقون علي هواي ويشغلوني هواي. بابو زايد هواي لو انت اكثرت علي. اسمع اقول لك راح احصل بابا هذا تمثيل معجر الشكل، انت الخادم وانا البيت. مش اقول لك قل لي تؤمر بيك بس. شو تقول لي تؤمر بيك بس؟ لا تؤمر بيك